لو في بلد بتخاف على أطفالها هتعمل إيه؟ هتعمل مبادرة كبيرة قوي اسمها بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة دي مش بتركز على حاجة واحدة بس، لأ، دي بتركز على حاجات كتير جداً، منها الأطفال من أول ما يتولدوا لحد ما يبقى عنده 6 سنين. المرحلة دي اسمها المرحلة الذهبية، لأن دي المرحلة اللي بيكون فيها الطفل عقله وجسمه ونفسيته. المبادرة هتهتم بيهم في العمر ده عشان يكونوا مستعدين لأي تحدي يواجههم بعد كده في الحياة، عشان أطفالنا النهاردة هم مستقبل بكرة. حد هيجي يقولي المبادرة هتعمل حاجة زي كده ازاي؟ أول حاجة هتهتم بالرعاية الصحية للأطفال من أول لحظة الحمل، يعني بتهتم بصحة الأم والطفل من قبل حتى ما يتولدوا، بتحاول تضمن أن كل طفل يتولد في بيئة صحية وآمنة وكل أم تحصل على الرعاية اللي تستحقها. أول ما يتم 2 سنين المبادرة بتكون جاهزة بالحضانات، لأنها المكان الأول اللي الطفل بيتعلم فيه حاجات كتيرة جداً، وعشان كده من أولويات الحكومة إنها تدرب عدد كبير جداً من الحضانات المميزة عشان تستقبل أطفالنا. بعد كده هيجي دور التعليم القبل المدرسي، اللي هو يعني بنسميه بالبلدي كده رياض الأطفال. المبادرة دي هتضمن إن كل طفل عنده فرصة يتعلم في مكان مناسب، وإن نسبة الأطفال اللي بيدخلوا رياض الأطفال ترتفع، ده هيساعدهم يبقوا مستعدين كويس جداً للمرحلة الابتدائية. كمان مش بننسى الأمهات والأسر، بنحاول ندعمهم بكل الطرق، سواء كان عن طريق الرعاية الصحية، التغذية السليمة، أو حتى عن طريق التوعية وتقديم النصايح اللي بتساعدهم في تربية أطفالهم. كل اللي فات ده بيحصل بتعاون كبير ما بين كل الوزارات المصرية عشان نضمن إن المبادرة دي توصل لكل طفل ولكل أسرة في مصر. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.